السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشوف فيه لي تيب ديال لي دوني في بايثون هو الدرس الثاني، ولا اللي تسمو بالسمو في البايثون بلي لي تيغو. ولا تيغال هو واحد ايتون دوني دون لا فالور ايتون دون دون لا دون لي فالور سون ديتيرميني بار لي تيغال لو ميم. اي تيب دو دوني مقصود منها اون جينيرال، واش نديرو بيهم باش نكونديو لي دوني ونديرهم في الكود ديالنا. لي تيغو لي كاينين كاين لي زونتي ولا لي زانتيغال، ما لي تيعطينا لو تيب اونتي سيغا مانيبيلي لي نومبر اونتي بوزيتيف و نيجاتيف، يعني تنقصدو بها المجموع ان، سواء كان نومبر بوزيتيف ولا نيجاتيف تنرمبروزيتو ب ان اونتي ولا لانت. بحال ناقص واحد مثلا، بحال واحد مثلا الى اكزيكوتينا هذا غيعطينا واحد دو تيب اونتي، ناقص جوج تاهي دو تيب اونتي. يمكن نكتب واحد النمبر كبير، مثلا هنا عندنا مليار وصرف، يمكن نكتب بلاص ما نكتب واحد 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 واحد، نقدر نديرو تسيري دلويت غير باش تكون لا ريبريزونطاسيون كاينة. واش نيكزيكوتي راه غيعطينا الرقم ديال مليار ومية 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 وحدة الاف وصرف. في l'exécution on peut écrire les grands nombres sous un format plus lisible. باش نريبريزونتيو ولا كتبتي بهاد الطريقة ولا كتبتي بهاد الطريقة راه بحال بحال. بالنسبة لبايثون، بالبايثون يمكن ليا نريبريزونتي دي دوني بطريقة أخرى، نكونفيرتيهم بطريقة أخرى. مثلا بغينا نكتبو رقم يكون أوكتال، يعني الأرقام اللي تكتبو من واحد من زيرو لسبعة، وتي لوكتال يعني داكشي قريتو في ماتابليك. يمكن لي نديرو نكتبو بهاد الطريقة، يعني زيرو ونديرو او موراها، يعني الرقم اللي جاي مورا الاو راه بالفورما اوكتال. مثلا هنا 123 اوكتال، فاش نكزيكوتي هي 83. يمكن لي ندير ريبريزونطاسيون بينير ديال الرقم، يعني ندير زيرو وندير بي، فاش ندير زيرو بي يعني اش قصدو بيها، راه الرقم اللي جاي مورا بي راه بالبينير. باش نيكزيكوتي هادي غيعطينا 13، هي 8 زائد 4 12 زائد 1 هي 13. يمكن نديرو لا ريبريزونطاسيون اكزاديسيمال، يعني نقول ليه اكس هنا تقصدو باكزاديسيمال 0 اكس، ونكتب موراها الرقم اكزاديسيمال درت هنا 1 ا، ونيكزيكوتيها غتعطينا 26، لأنها واحد هي 16 زائد 10 هي 26. هذا بالنسبة للتيب اونتي. دابا نشوفو التيب اللي هو غيال ولا تسمى فلوت بالانجلي، وهذا باش نمانيبيلي لو نومبر غيال بوزيتيف و نيجاتيف. هنا مجموعة ار، مثلا بغينا نقولو راه رقم غيال خاص نزيدلو يعني في الفاصلة، مثلا مثلا المجموعة ان داخلها في الار. يعني هذا اللي قلت لي جوج فاصلة خمسة، ما تنديروش الفيرغول هادي، تنديرو فيرغول بالبوان. بس اللي قال لي لونغاج دو بروغرام تنديرو بوان ما تنديروش فيرغول. مثلا هادي جوج فاصلة خمسة، يمكن ندير مثلا ربعة بوان زيرو، يعني فاش ندير بوان راه كاينة يعني ريال. درت هنا ستة بوان بلا ما نكتب زيرو، غادي اعتبرها بحال كتبت ستة بوان زيرو. ولا كتبت بوان نف راه بحال كتبت زيرو بوان نف فهاد لا ريبريزونطاسيون ديال النومبر ريال. كاين بالنسبة لي النومبر ريال يمكن نديرو لا نوتاسيون سونتيفيك، يعني هاديك الكتابة العلمية ديال الأرقام. يمكن مثلا درت هنا تلاتة أو تسعود، هي تلاتة في عشرة أو السعود اللي هو تلاتة تيرو بروزونتاليا لا باز، و نف تترو بروزونتاليا ليكسبوزون يعني الأس. درت هادي غتعطينا تلاتة المليار، يعني شفنا هذا الرقم هذا غتلقى تلاتة و تسعة الأصفار. خاص بمان زيرو باش نعرفو راه ريال، باش نفرقو على النومبر اونتي، يعني النومبر اونتي ما فيهمش البوان زيرو في الآخر. ما مثلا في هاد الحالة واحد أس ناقص تلاتة تعطينا صفر فاصلة صفر صفر واحد. درت هادي يعني تلات زيرو فاصلة صفر صفر واحد. هادي لا ريبريزونطاسيون
ديال او هو الاو يقدر تكتب نكتبها ماجوسكول ميجوسكول مش مهم في لا ريبريزونطاسيون سيونسيفيك. مثلا درت او صغيرة ولا او كبيرة راه بحال بس درت ار هنا نبدلها. خاص ليديتور باش خدام هنا سميتو جوبيتر تتانستال مع اناكوندا و ليكزيكسيون تنديروها بكونترول اونتراي و تعطيك اكزيكسيون. بايثون مثلا درت هذا الرقم هذا 0.0001 مجموعة الأصفار و درت واحد درت ليه برنت يعني افيش هذا الرقم هذا و مغاش يافيش هذا الرقم غادي يقلب على لا فورمولا بلوس سامبل باش يافيش. بس هنا قالي هو هي واحد أس ناقص 54. نفس القضية إلا كتبنا رقم كبير هنا وين خاص نزيد ليه بوان زيرو إلا درت بهاد الطريقة غادي يعطيني واحد أس زائد 46. يعني درت حيت هاد صفر فاصل بوان زيرو ودرت لا ريبريزونطاسيون عطاني 40. غادي يعطيني الرقم بحال لأن هنا اعتبرو أونتي فنعتبرو أونتي كتبو كيما هو ماشي هاد تلاتة ريبريزونطاسيون سينتيفيك ولا نوتاسيون سينتيفيك تأبليك على لي ريال ماشي لي زونتي. خاص نزيد هنا واحد بوان باش يعطينا ب لا ريبريزونطاسيون سينتيفيك. هنا هاد البوان هادي بحال كتي بوان زيرو راه بحال كتي بوان زيرو هنا وندير اونتر دي ان بي باش نوطي بيان. بايثون شوازي الفورما لو بلو ايكونوميك بوغ افيشي لي غرو نومبر. مثلا باش بغي افيشي ليك درت برانس ودرت واحد النومبر غادي يقلب ليا على لا فورما لو بلو ايكونوميك باش يعطينا هاد الرقم هذا. غنشوفو التيب الاخر اللي هو لي شان دي كاركتير ولا تسمى سترينك تيصلح لينا باش نمانيبيلو لي تكست. وخاصنا باش نعرفو هرا التكست خاصنا لي غيومي في لي شان دو كاركتير. لي غيومي ميكونو دوبل ولا بحال هاد لي غيومي هادو ولا سامبل بحال في البايثون. كتبتي هادو ولا كتبتي هادو راه بحال درت هادي غيعطيني راه شان دو كاركتير ان درت هادي عيطني شان دو كاركتير ده على حسب اش بغيتي تكتب. بغيتي تكتب بالسامبل ولا بالدوبل دوبل كوت ولا سامبل كوت راه بحال مثلا بغيت نافيشي اي لايك مونتي بايثون. وين هاد مونتي بايثون بغيت نكتب ديها لي غيومي يما نكتبها بالغيومي العاديين. وين اللي كتبت هنا بس نحيد الكتابة العادية هكذا يكتبها بالطريقة دي عصابر هذه شندو كاركتر وسهلة وتسدت. وهنا شي حاجة مكتوبة عاد شندو كاركتر خاوية غادي يعطينا ايرور هنا اللي يكتب بالطريقة دي لان هادي ما عندوش هو ما عندوش سنتق. فالي بغيت نقول له غيومي راه وسط لي غيومي كاينة غيومي اخرى خاص دير الكاركتر دي شابمون وانت سلاش باش نقول لها هادي راه غيومي و تهدي لغة غتافيشي ليها غيومي. هذه الطريقة الأولى. كاين طريقة أخرى هو مثلا نقلب لي كوت. إذا كان عندي غيومي لداخل ندير سامبل غيومي لبرا ونكتب هذاك بلا ما ندير أونتي سلاش لأن هادو لي غيومي العاديين وهادو لي غيومي الدوبل لداخل صافي تعتبرهم راه عاديين وتافيشي ليها. ولا لا كنت مرة بغيت ندير واحد بلوك جديد باش ندير بلوك جديد ندير بي باش نسبيشال البلوك جديد. مثلا بغيت نكتب برانت ندير شي حاجة فيها لابوستروف نديرو بعد سامبل ندير ام ليرنين بايثون مثلا ام بس ناخدها ام ليرنين بايثون جابون بايثون. مثلا هذاك الجيومي هاد السامبل هذا مثلا هذاك الابوستروف باش نعرفها مزيان راه هنا عطاني نفس المشكله طلع هنا خاص ندير ليه الكاركتر دي جابون. يعني ديك ديرتي السامبل وكان داخل الابوستروف خاص دير اونتي سلاش. هادي الى اكزيكوتور غتعطينا هذاك اللي بغيت. اذا قلبنا هذا بنشدو نفس البلوك وندير بلوك اخر اون افين نديرها بالدبل. اللي درت الدبل هنا ما نحتاجش ندير اون سلاش هنا وانا اللي درتها ماشي مشكلة. اللي درتها
ودرت اونس سلاش هنا راه بحال مش مشكلة، لأنه تعتبر هذا كاركتر دي شوبونس نقولها افيش الجيومي السامبل. هذه راه رمز هذا برج جيومي يعتبر غير سامبل وعادي عادي. نشوف التيب الاخر هو لي تيب بوليان، تيب بوليان هو لي تيب لوجيك. هو مثلا خاص يخدم لي زيكسبريسيون لوجيك، تنشوفهم خلاص في الدروس الجايين. كاين عندو دو فالور بوسيبل، اما فغي اللي هو تنريبريزونتو في البايثون بترو وبالتي ماجوسكول. هذا طرد على البال، لان بايثون اكس بدات ترو مينوسكول ماشي ترو ماجوسكول، و تيريبريزونتو لها رقم واحد. راه الفراي هو ان والفو هو فولز اف ماجوسكول هي زيرو. إذا درتي دابا برانت ترو كبر من فولز، اش غتعطينا هنا؟ ترو هي ان و فولز هي زيرو. واش واحد كبر من زيرو؟ فري. انا غتعطيني ترو. اذا كتبت ليه ترو صغر من فولز غيعطيني فولز، لان واحد ماشي صغير من زيرو. يمكن اعتبر هاد الترو راه بحال رقم وندير نزيد لها واحد، مثلا هاد الترو هي واحد زائد واحد غتعطينا جوج. درت مثلا فولز اللي هي ستة، الفولز هي زيرو وضربتها في ستة هي غتعطينا هنا في التوتال زيرو. كاين واحد التيب اخر اللي قد تشوفه في الكود هو التيب نون. هي التيب نون هو فاش يقول لك ما عندوش ان فالور، ما كاينش عندنا فالور. فاش ما تكونش عندنا فالور هي نون، ما كاينش فالور. خلاص انت غادي في الكود تبان شي مره انه واش حاجه ما عندهاش فالور، تكتب لك تيب نون. هنشوفو اكزيرسيس اللي هو بغينا نكريغ ان بروغرام دون سول انستركسيون بور افوار لا سورتي سويفونت. بغينا افيشو هذا الميساج هذا ويني une seule instruction. نكتبو print وحده ويتافيشنها هادشي كامل. غادي نكتب I am وبلي قيومي ديالها ورجع السطر وكتب لي ليرنين بالدوبل قيومي هنا، يعني ندير دوبل جوج مرات قيومي ورجع السطر وكتب لي لي بايثون وبالتريبل في لي قيومي. نكتب print ونكتب هاديك الميساج I am نكتبو مع بعضنا نصحو شنو خاصها تصح. ليرنين بيتون. نكتبو لي زارغيمون بيتون. شنو دابا خاصنا إلا أفيشو هاد الميساج غيكتب لي أيام ليرنين بيتون بهاد الطريقة هادي، وين ماشي الشي المطلوب. بغينا أول حاجة هي يبقى يرجع السطر اشاك فوا من ارغيمون ارغيمون. يعني اش غندير هنا؟ ندير سيباراتور سيب، يعني باش نقسم نفرق في شي افيشي هاد ايام. اش غيدير؟ يقول يرجع السطر هي اونتي سلاش ان، يعني نيو لاين. انا مشيت في الليطاب الاولى وين بغيت لي قيومي، الى استنى لي قيومي الاولى بغيت الاولى تكون فيها قيومي وحده وين غيعتبرها ليا غلطة في هذه الحالة. أعطانا إيرور لأن هاد لي قيومي راه خاصني نديرهم أونتي سلاش في هاد الحالة باش تأفيشو. هيا أيا من تأفيشات مزيان. دابا ندير ليرنين خاصني ندير الدوبل. هي درت هنا واحد جوج مثلا، درت كتاب من جوج هنا جوج وين نديرهم أونتي سلاش هنا أونتي سلاش وندير عاوتاني جوج هنا يديك الأخرى نديرها ثلاثة. بيتان خاصها ثلاثة واحد جوج تسعين هذا الأربعة أونتي سلاش أونتي سلاش أونتي سلاش. نعاود نفس أقل زيد عندي هنا حدا مديرين بيتان نزيد عاوتاني ثلاثة هنا واحد واحد نزيد واحد هنا ونزيد ثلاثة سي بون. هادي الطريقة الأولى ونشوف الطريقة الثانية بلوس سامبل. شي وحدة واقيلا زيد عندي هنا، زيد واحد ليكيومي في هادي
Non, sentire qui meno. C'est bon. Non, non. C'est bon. De maintenant, je me attends à Titan I am learning Python. هذه الطريقة الأولى، وأنا درت بزاف ديال الأونتي سلاش. ممكن ندير بطريقة أخرى، برانس بلاص ما نضرب التمارة كاملة، بما أنها تطلب لي ليجيومي ندير أنا سامبل، ندير I am، وأنا اللي ندير ليجيومي هنا، ندير I am هكذا، وندير وأنا غير ندير أونتي سلاش، لأن عندي واحد ليجيومي روست، هاد السامبل، وندير فيرجول. ليرن وين هاد ليرن خاص ندير لها دوب جوج هنا واحدة هنا سي بون خاص ندير السامبل فهادي هادي ندير لها جوج من هنا ندير قيومي السامبل باش جيني سالة في كتابة تمام جوج وأخرى عندنا قيومي السامبل واحد جوج ثلاثة بيضان بهذه الطريقة هذه ندير ثلاثة واحد جوج ثلاثة وبلا ما نكتر لي زون تصلحش يعني بشي مرة حسن دير شندو كاركتير بالسامبل وشي مرة العكس حسن ديرها بالدوبل تقلب على الفورمة لو بلو سامبل في هذه الحالة راه خدمت بزاف دي زون تصلحش إذا اخترت الدوبل وين في الحالة أخرى خدمتها مرة واحدة لأن عندي غير هذيك لابوستروف ديال أي أم لما درت أونتي سلاش يعني بهذه الطريقة هذه تعرفوا إمتى تخدم هاد الدوبل إمتى تخدم السامبل على حسب أشنو بغيت تأفيشي ولا أشنو بغيت تخدم هادشي اللي كان في هاد الدرس هذا